انتشرت هذه اللقطات بشكل واسع قبل أيام لحريق في برج للتبريد في محطة زاباروجيا النووية. أنباء الحريق أثارت رعب السكان في روسيا وأوكرانيا، وربما في دول أخرى تخوفت من أن يتسبب الحريق في حادث نووي ضخم ينهي أرواح الملايين. لكن أخمد الحريق ومرت العاصفة بسلام بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات. محطة زاباروجيا النووية تقع حالياً في منطقة تسيطر عليها روسيا، وهي نقطة توتر بين البلدين منذ بدء الحرب. في الحريق الذي وقع قبل أيام، قالت موسكو إن الجيش الأوكراني تسبب في حريق المحطة النووية بعد هجوم بطائرة مسيرة. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاثات دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زاباروجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء، وأبلغتهم الإدارة بالاشتباه بهجوم بطائرة بلا طيار على أحد برجي التبريد. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن الغزاة الروس أشعلوا حريقاً في المحطة، متهماً إياهم بمحاولة ابتزاز بلاده بحسب وصفه. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلت ممثلين عنها للتحقق من أسباب الحريق، لكنها قالت إنها لم تتوصل بشكل نهائي لأسبابه، موضحة أنها لم تعثر على أي مؤشر على وجود بقايا طائرات مسيرة، كما رجحت ألا يكون المصدر الرئيسي للحريق قد نشب في قاعدة برج التبريد.